كلميني عن أهداف صحيحة لم تحتسب حتى بعد مراجعتها. والكلام هنا مش بس الحقيقة موجه لحكام الساحة، أنا بعتقد أن الأخطاء دي كانت مشتركة ما بين حكم الساحة وما بين حكم الفار في أكتر من مناسبة. بتكلم على أجوال سليمة 100% ما اتحسبتش، بتكلم على ضربات جزاء مصر كلها شافتها ومصر كلها أقرت بصحتها وما اتحسبتش. مش هتكلم في وقعة امبارح ومش هتكلم في الهدف اللي بعتقد أنه كتير من خبراء التحكيم أجمعوا أنه هو سليم، وكتير من الناس اللي ليها علاقة بالكرة قالت لو 10 حكام شافوا نفس الكرة ممكن 8 أو 9 منها يحسبوهم جون، لكن الموضوع فيها نسبي. الأكيد أنه اللي فات ما ماتش، يعني كل الأخطاء اللي فاتت ما ماتتش، وحالة التركيز الحقيقة والتقييم للي جاي مهمة جدا أنها تتحط في الاعتبار، لأن ما أعتقدش لا الأهلي كإدارة أو كلاعبين أو كجهاز أو كجمهور ممكن يسمحوا بمزيد من الأخطاء. في أوقات كتيرة جدا تجاوزنا وقلنا أنه الأهلي بيدعم التحكيم وبيدعم الحكم المصري، لكن الحقيقة أنه الأخطاء في عمر المسابقة القصير جدا تأكد بشكل كبير جدا وجهة نظر عدد كبير من جماهير النادي الأهلي أنه في حالة تربص بالنادي الأهلي على وجه التحديد. وإحنا في النهاية لما بنتكلم باسم النادي الأهلي بنقول إحنا مش عايزين غير العدالة والمساواة، يعني مفترض جدا أنه لما يكون في عقوبة يتم إقرارها على كابتن محمد الشناوي يبقى نشوف كل واقعة بتحصل شبيهة للواقعة اللي حصلت امبارح بتاخد أو بتطبق عليها نفس العقوبة، وده ما بيحصلش. الأهم كمان في اللي جاي، يعني عايز أقول لحضراتكم فكرة أنه كابتن محمد الشناوي سواء كان أخطأ أو ما أخطأش من وجهة نظر البعض ياخد عقوبة إيقاف 4 مباريات، وبالمناسبة الأهلي تحفظ على العقوبة المفروض على كابتن محمد الشناوي، كنا منتظرين ده يحصل في سوابق لنفس الواقعة دي حصلت في الدوري المصري، وللأسف الشديد جدا ما حصلش حاجة، يعني ما سمعناش حتى مجرد لفت نظر. أنا مش بكلم حضرتك عن إيقاف أو غرامة، أنا بكلمك حتى على فكرة أنك تلفت نظر لاعب ارتكب. طيب نشوف الصورة دي مع حضراتكم، الصورة دي من أعتقد كابتن محمد مصطفى أو مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، ونفس الوقعة بالظبط مع الحكم محمود عاشور، ما سمعناش أي حاجة وأي عقوبة تم فرضها أو حتى توجيه لفت نظر للاعب. السؤال هنا ليه؟ التباين في فرض العقوبات ده معناه إيه؟ عدم المساواة في تطبيق القانون أو تطبيق العقوبة ده معناه إيه؟ وليه تطلب من النادي الأهلي إنها ما تعتبرش ده حالة من حالات الترصد أو التربص بمشوار النادي في مسابقة الدوري العام؟ كلها علامات استفهام كبيرة جدا، ننتظر على الأقل توضيح أو إجابة عليها، وننتظر أيضا توضيح الموقف فيما يتعلق بأخطاء الحكام اللي أثرت بشكل كبير جدا على العدالة وعلى المنافسة على بطولة الدوري.